بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه فومكس. فيديو النهارده ان شاء الله اجيب لك فيه طريقه اصلاح البوت لهاتف فيفو واي 12 اللي هو اصدار 1904. التليفون ميت بسبب تفليش خاطئ. هنصلح البوت بتاعه ان شاء الله من خلال برنامج اس بي فلاش تور بدون بوكسات وبدون برامج مدفوعه، فقط من خلال هذا الشرح ومن خلال الملفات اللي هسيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو ان شاء الله. هتلاقي رابط مباشر تضغط عليه هيفتح لك كل الرابط انت محتاجه. ننتقل الى الشرح ولكن بعد هذا الفاصل القصير. دي كل الملفات اللي انت هتحتاجها. ده برنامج الاس بي فلاش تول اللي من خلاله هنعمل بيه الروم بتاعنا، وده الملف اللي فيه كل اللي احنا محتاجينه، وده البرنامج اللي من خلاله هنفك حماية المعالج. هي دي الملفات اللي انت هتحتاجها. هتفك الضغط عنهم، تيجي تفتح برنامج الاس بي فلاش تول، سواء تفك الضغط عنه او تفتحه من خلال البرنامج اليونرار زي ما انا فتحته كده بالظبط. المهم ان انت تفتح برنامج الاس بي فلاش تول عشان نبدا نتعامل مع التليفون. ننتظر لحد ما يفتح معانا. هيفتح معاك بالشكل ده. هتروح على اول خيار وتختار تشوز، وتخش على الملف اللي انت محمله، تختار اللي هو ملف الدي اي. بعد كده هتخش على الملف الرئيسي اللي انت برضو هتسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو ان شاء الله. هتاخد ملف الاسكتر، وبعد كده تشيل علامات زي ما انت شايف كده من على الحاجات اللي احنا بنشيل من على العلامه دي. بعد كده تروح تفتح البرنامج اللي هو من خلاله هنكسر حمايه المعالج. ننتظر لحد ما يفتح معانا. هيفتح معاك بالشكل ده. هتختار نوع المعالج زي ما هنشوف دلوقتي. تختار نوع المعالج ده وبعدين تضغط باي باس، وتضغط على زر رفع وخفض الصوت مع بعض، وتشبك كابل اليو اس بي. ساعة ما يقرا معاك كده في الاداة نيجي هنا ونضغط على داونلود. هنشوف لو اداك اي اخطاء هنحلها ان شاء الله مع بعضنا، هنتابع مع بعضنا الشرح ونشوف. زي ما احنا شايفين ظهر معايا الخطأ ده. كل عليك هتروح على اوبشنز، بعد كده اوبشن، وتنزل على اختيار كونكشن، وتعلم على الخيار اللي هو UART، وتيجي هنا تختار أعلى قيمة فوق، وبعد كده تقفل هنا مش محتاجينها. هتروح تاني على الأداة دي وتقول له بي باس، طبعا هتكون شايل الكابل، وترجع تضغط على زر الرفع وخفض الصوت تاني، وتروح جاي موصل الكابل تاني عشان يقرأ معاك في الأداة ويكسر حماية المعالج. ننتظر لحد ما يقرأ معانا. بعد ما يظهر معاك بالشكل ده هنرجع تاني لبرنامج الاس بي فلاش تول، ولكن هنشيل العلامة دي على الخيار اللي هو CUST، وبعد كده نضغط داونلود. هيبدأ معانا في التفليش، وننتظر برضو نشوف لو ظهر معانا اي اخطاء هنحلها مع بعضنا ان شاء الله لحد ما يقبل معانا الملف ويفتح التليفون بكل سهولة بإذن الله. كده بدون بوكسات وبدون برامج مدفوعة من خلال برنامج الاس بي فلاش تول، والروابط اللي هسيبها لك اسفل الفيديو برضو مجانية بإذن الله، وروابط مباشرة على الميديا فاير وعلى الميجا. هتنزل تحت الفيديو هتلاقي خيار اقرأ المزيد، هتضغط عليه هيفتح لك جميع الروابط الموجودة، وهسيبها لك في اول تعليق ان شاء الله تحت الفيديو ده. حمل ملفاتك وتعامل، ولكن لازم يكون نفس الاصدار اللي انا قلته لك في الاول، ما تتعاملش مع اي اصدار تاني غير الاصدار ده عشان ما يحصلش مشكله لتليفونك. ننتظر لحد ما يخلص. انا مش هقدم الفيديو عشان خاطر لو في مشاكل حصلت نقدر نحلها مع بعضنا. انا هسيب التحميل شغال عادي، هيطول شويه مش مشكله، بس عشان نشوف لو في اي اخطاء ظهرت تقدر تحلها وتقدر تتخطاها زي ما ظهر معانا في اول الفيديو. We'll be right back.
زي ما احنا شايفين العملية خدت معنا حوالي 8 دقائق ونص، وتمت العملية بنجاح، وكده قمنا بإصلاح البوت للتليفون بدون أي أدوات مدفوعة وكلها أدوات مجانية. ده كان شرح النهاردة. متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. كان معاكم مجدي منظور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.